الشهيد محمد البخاري السلامي كان يصلي عليه جميعا مع كل الشهداء. مشاهدينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. سنقوم الآن بجولة وسنستطلع آراء الأهالي الذين أدوا صلاة الجمعة في هذه الساعة حول الأوضاع المعيشية والإنسانية هنا في مدينة التعز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله نحن اليوم يعني كثرت جمعتكم، جمعة وراء جمعة، جمعة وراء جمعة، وشهر وراء شهر، وسنة وضعكم وراء سنة. وضعنا سيء للغاية هنا في تعز، يعني القتلى بكل يوم، يعني قتلى جدد بكل يوم، يعني شهداء أطفال، شهداء يعني في كل مكان. فمن هنا نحن نبعث رسالة إلى كل أنحاء الجمهورية، إلى كل أبناء الجمهورية، الوقوف والصمود حتى النصر، لا يتراجعوا. فمن هنا من تعز نرسل رسالتنا إلى كل أبناء اليمن، يد واحد وصف واحد ودولة مدنية حديثة، لا نتراجع أبدا مهما كانت الظروف، مهما كانت التضحيات، فمهما كانت التضحيات نحن نضحي بأرواحنا، نضحي بأولادنا، نضحي بكل ما نملك في هذا المجال من أجل إيجاد يمن موحد، يمن جديد، يمن دولة مدنية موحدة في ظل حكم ديمقراطي، حكم يعني يحكم كل أبناء اليمن بدون تساوي، بالتساوي، بدون أي تمييز، بدون أي فارق. وشكرا. شكرا. أيضا نأخذ هنا السلام عليكم. السلام عليكم. تعال هون مباشرة الآن نسأل عن الأوضاع المعيشية الإنسانية، كيف هو حالكم؟ والله الحمد لله الحال هو متدهور، لكن إن شاء الله بصمودنا وثباتنا وثبات المقاومة إن شاء الله سنتعدى هذا المرحلة بإذن الله تعالى إن شاء الله. شكرا. أيضا السلام عليكم.
وضعكم؟ والله بالنسبة للوضع المعيشي والإنساني في محافظة تعز صعب جدا يعني، وما يقوم به الانقلابيين من مجازر، وأكبر دليل على ذلك المجزرة الإنسانية التي حدثت قبل 3 أيام في بير باشا، الذي لم يرد لها المبعوث الأممي للشؤون الإنسانية، الذي زار صنعاء والحديدة لم يحرك ساكن ولم يدين تلك المجازر التي تقوم بها الميليشيات الإنقلابية في جميع محافظات الجمهورية. نحن نريد أن نعرف هل هذه هيئة أممية محايدة أم هي منحاز لطرف الإنقلابيين. ونحن من هنا من تعز نناشد الحكومة الشرعية وفخامة الأخ الرئيس عبد الرب منصور هادي لدعم أبناء تعز بكافة الوسائل الإنسانية والعسكرية واللوجستية وغيرها من السبل. شكرا جزيلا. أيضا نأخذ هنا المصورين. السلام عليكم. السلامكم خير. دائما نسأل المواطن، أنتم كإعلاميين كصحفيين كمصورين، كيف تعيشون الوضع في تعز؟ أنت على هون مباشرة الآن. الوضع مأساوي، وضع في ظل ما زال الحصار قاتم على تعز. تعز غير آمنة تماما، لا مدارس لا مستشفيات آمنة، الوضع الصحي منهار تماما، الجانب الإعلامي يتحرك بصعوبة بالغة، تحتاج إلى الكثير من دعم الأمن الداخلي. الأمن الداخلي أيضا يحتاج إلى يعني إلى تفعيله بحيث أنه يوفر لجميع المواطنين الأمن. أتمنى من التحالف أن يمد يد العون لتعز في أقرب فرصة. أنت كمصور وأنت دوما في المستشفى الميداني نجدك وتصور الكثير من الأحداث، كيف ترى الوقت في المستشفى؟ ضحايا لدينا؟ والله أشياء يدمى لها القلب، يدمى لها القلب، يعني لا تستطيع أن توفر أي مجهود صحي للضحايا التي تصل. أغلب الأشياء بسيطة ويمكن أن تنقذ فيها أرواح، إلا أن كثافة الجرحى الذين يأتون في أوقات من الليل أو من النهار لا يلاقوا العناية الصحية المطلوبة. ومن يتحمل ذنب هؤلاء؟ يعني الأدوية تدخل إلى تعز بصعوبة. منفذ الضباب ضحت المقاومة بعشرات الشهداء كي تقوم بفتح هذا المنفذ، لكن لم تصل أي أدوية من أي جانب، سواء دعم من التحالف أو دعم خيري. خلال الأسبوع الماضي، لنقول الأسبوع الماضي تقريبا، كم وثقت كاميرتك بالضحايا؟ والله يا أخي أننا عندما أقول هذا الرقم قد يفزع العالم، يعني عشرات الأطفال والنساء بين شهيد وجريح، 6 أطفال تم توثيقهم مرة واحدة، 5 أطفال مجزرة بير باشا التي اهتزت لها العالم، وهناك أيضا جرحى أطفال ونساء، يتم قنص الأطفال بشكل متعمد. شكرا جزيلا للمصور محمد الحسني. أيضا نأخذ هنا بعض المواطنين أيضا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم بارك. عليك. إذا نسأل عن الوضع الإنساني في تعز، كيف تعيشون في ظل هذا؟ نعيش في هذه الأثناء وضع إنساني صعبة، مما نعيش من الوضع من صعب المعيشة، وثانيا توقيف الرواتب، ما فيش رواتب لنا شهرين، وبالحصار المحصول على تعز أرضا، محاصرة تعز من كل مكان، لله إنا لله وإنا إليه راجعون. ما الذي تتمنون في المستقبل؟ نتمني أول شيء الآن لقمة العيش وفك الحصار على تعز. اللي نتمنيه هو الأمان، وأن تعود تعز إلى ما كانت عليه، ويرفع عنا الحصار هؤلاء الظلمة، هؤلاء الخوافيش. شكرا جزيلا. أيضا السلام عليكم. وعليكم السلام. إذا كيف هو الوضع؟ الوضع إنساني سيء للغاية، بظل القصف العشوائي، بظل الحصار، بظل كله سيء للغاية، لا يقدر اللسان أن يذكر. أنت كشاب ما الذي تفعله الآن؟ والله تدرس تعمل ماذا؟ نحاول نعمل استطاعنا، يعني تقدمنا في الجامعة ولحد الآن عاد ما طلعناش الشهادة، ملتحقين في المقاومة أساسا. أنت ملتحق بالمقاومة ستدرس في الجامعة؟ نعم. كان الله في عونكم. أيضا نأخذ من أحد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مبارك علينا وعليك جميع اليمنيين والمسلمين أجمعين إن شاء الله. إذا نسأل عن الوضع الإنساني، وضعكم في تعز تحسن؟ الوضع الإنساني للأسف مع امتتاح الجزء من الجبهة الغربية كممر آمن، كنا نطمح أن تكون أو يتحرك الجانب الإنساني بشكل أكبر، ودخول الإغاثة من المنظمات الدولية وغيرها،
لكن للأسف الآن أكثر من شهرين على فتح هذه الممرات الجزئية الآمنة لدخول الإغاثة، ولكن للأسف حتى الآن الوضع الإنساني لا زال يراوح مكانه. الوضع الإنساني مزري، وخصوصا مع بداية عام دراسي، مع انطلاق العام الجديد للدراسة الجامعية، يظل الوضع الإنساني مقلق ومزعج بالنسبة لهذه المحافظة المحاصرة منذ سنة ونصف إلى الآن. ما الذي تتمناه أنتم؟ نتمنى أولا من الله سبحانه وتعالى أن يكلل جهود المقاومين والجيش الوطني بالنصر العاجل حتى لا نحتاج لأحد، ومع ذلك نتمنى من المجتمع الدولي ومن منظمات الأمم المتحدة التي تعنى بحقوق الإنسان والتي ربما نسمع عنها كثيرا ما يتعلق بحقوق الإنسان والجانب الإنساني في كل مكان، لكن لم نلمس شيء على الواقع. فنتمنى أن يكون هناك تدخل عاجل وعاجل جدا لإنقاذ هذه المدينة المحاصرة وما تعاني خلال فترة الحصار منذ أكثر من عام ونصف. شكرا جزيلا. كما رأينا أمنيات الأهالي هنا هي فك الأمن الأمان، فك الحصار بشكل كلي عن المدينة، إدخال المساعدات وإنقاذ هؤلاء المرضى والجوعى في مدينة تعز بكل أطيافهم. يعانون جميع الطبقات، طبقات المجتمع وأفراد المجتمع هنا في مدينة تعز تعاني في ظل هذا الوضع. أتحدث إليكم الآن ونسمع أصوات الانفجارات في الجهة الشرقية من مدينة تعز. مشاهدين الكرام، وصلنا معكم إلى نهاية جولتنا واستطلاعنا للأهالي هنا في ساحة الحرية بمدينة تعز. كنت أنا معكم هشام الجرادي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.